ني انغليزي واتكو فوق برنامج انسان هو كونتنت كارت لهم يعني يرجون راون من جنب فموني هارمي فتيها يا كوكا هارتو من تدي ومشي ومر تمتن لان فريق له تقريبا توسيتا من جنب هارتو احمد حسن جلدنا لما دفعشان ودي يعطي فتيها يا كوكا وهم مشي وهاي شو قاعدين يزم الامرهم يم لازم أن يقوم رأيي ما إسلام وتسبيه روافع لي روافع من يا رب العالمين كارت لهم اليان من جنبها توهمد حسن وجن لدينا لا مدى فشوان ولنا وطوي فتيها يا كوكو وهم رمشي وهاي كاون لدينا فريقي لهم توشين دارانزي يا فريقي أبونغا بنا نهونا ملكا لبيابو فتاة لدينا وطولة شاء الله لانزي بيزنا رحيم لازم أن يقوم رأيي ما إسلام وتسبيه روافع لي روافع من يا رب العالمين الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وأشهد أن لا كارتلوم بيني اللي فتيكا ومجبها توزكوات وروسي جوفرنير احمد حسن جل جل احمد فشوا كان بينا وتو فتيا يا كوكو واهم رمشي وهاي كان من فريقي لون فاسيتا تقريبا رنزيا يا فرقي رنزيا من جهز نمرهم يا مزيان من راهير الاسلام وانتيا روافا هذه روافا من يا رب العالمين روافا 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 روافا
نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا لأوامره ونواهيه متبعين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقال له ارقى وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك ذنبا بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الجحود والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا.
هركات هركات شنو اللي بوش وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأحباب اللهم ارحمنا إذا هجرنا الأصحاب يا رب العالمين يا غفور يا رحيم اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حبرا من حبر Imana muhunda honi Foshua Yamtara nivaro Jerobi mdudaidu Jerobi mdudaidu Jerobi mdudaidu فاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العظيم الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد سورة الإخلاص يكون اللهم زد حسناتها وتجاوز سيئاتها اللهم انصر ذنوبها كما تنصر الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبرها روضا من رياض الجنه ولا تجعل فر من فرات النار اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم Thank you.
برمجة إنسان وكونسان.